هن ايه وحده مش معقول. هن زيتون. رح ننتقل لموضوع ثاني. الراقصة الشرقية اليسار ركبت جوانح ملك ما قبلت ما قبلت ياي ورقصت بكليبها الجديد اللي وقف لي شكرا الامن العام اللبناني اللي اعتبرها انه عم بتقرب صوب المقدسات والدين، يعني انه ملك. اليسار ودن الونهار ببص عليها بتروس وقلبي يولع نار، دي لما تميل والخصر جميل والناس بتهتف من بيروت لبلاد النيل. هلا كارين، انا اللي بدي اقول لك اياه هون انه العرضات تبع فيكتوريا سيكريت بيعملوا عرض للانجيري وهن لابسين جوانحهم، بس عندنا الموضوع ما عم يمرق بسهوله كارين، وخاصه انه نحن بدنا اول شيء بدنا يعني 3000 سنه ضوئيه بعد تنتخطى هالموضوع. انا برايي خلص، يعني اليوم صرت عم حس انا انه هدول الفنانين كلهم على تنوعهم واشكالهم بفتشوا على مش ماده فنيه، على ماده جدليه تيعرضوها او تنمنع من العرض ليصيروا العالم يحكوا فيها. يعني خلص انه هلا يعني اول شيء هذا الموضوع صار شوي سخيف انه نرجع نعلق دق بشعائر دينيه، بدق نحن بعدنا كثير حساسين على هذا الموضوع وبتلامس هذا الموضوع، بس كمان نحن عم نعمل لهم قيمه وعم نكبر لهم اياها زياده على اللزوم، خلص تركوهم بيقطعوا ما بيحسوا فيها ولا نحن بتاثر عليهم. بدي اقول لك شيء، سبحان الله في اشياء بيعملوها الاجانب منا فيلجير، وفي اشياء ما بعرف. أنا هو الممثل المصري محمد